الهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا ترحب باللقاءات التي جرت بين القيادات العسكرية من شرق البلاد وغربها وجنوبها واجتماعات لجنة 5+5 في طرابلس وبنغازي وسبها. واعتبرت الهيئة في بيان أن هذه اللقاءات هي خطوات هامة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكدة بأن الحوار هو الطريق الأمثل لإنهاء النزاع وإزالة أسباب الخلاف في البلاد. وقالت الهيئة في بيانها إن اللقاءات الليبية تهدف إلى إنهاء حالة الانقسام وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة حسب مبادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي. وكان الجيش المنقسم شرق وغرب البلاد قد أعلن استعداده لتأمين الانتخابات الوطنية خلال العام الجاري، وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس أركان الجيش الليبي في غرب البلاد الفريق محمد الحداد الذي يزور مدينة بنغازي للمرة الأولى مع نظيره في شرق البلاد الفريق عبد الرازق الناظوري. وعلى مدى عامين بحثت اللجنة العسكرية المشتركة المشكلة من 5 عسكريين من المؤسسة العسكرية في غرب البلاد ومثلهم من شرق البلاد توحيد الجيش الليبي برعاية دولية. وفي مارس الماضي دعا باتيلي أطراف النزاع المنخرطين في مباحثات توحيد المؤسسة العسكرية إلى دعم توفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري. للوقوف على ردود الفعل على الاجتماعات العسكرية التي تمت في بنغازي ينضم إلينا من هناك مراسل الحرة فرج حمزة. فرج، التفاصيل لديك، تفضل. نعم يوسف، لربما الترحيب أو الترحيب بما تفعله أو ما تشتغل عليه اللجنة العسكرية المشتركة أو القيادات الأمنية في ليبيا ترحيبا واسعا من جميع الأطراف على اختلاف مشاربها سواء كان هنا في شرق البلاد أو حتى هناك في غرب البلاد. الترحيب بالخطوات التي اتخذتها اللجنة العسكرية، هناك تقارب بات ملحوظا جدا خلال الآونة الأخيرة من خلال الزيارات التي لربما يتناولها أعضاء اللجنة العسكرية أو حتى القيادات الأمنية العليا في الجيش الليبي بعد زيارة محمد الحداد الذي الأولى والتي وصفت بالنوعية لربما لمدينة بنغازي بعد لقاءات جمعته بنظيره الفريق عبد الرازق الناظوري رئيس الأركان في الجيش الليبي في عدد من المدن للمرة الأولى يجتمعون في بنغازي. التقارب بات واضحا من خلال كلمات الطرفين في الاجتماع الذي عقد مساء الأمس في مدينة بنغازي حول توحيد المؤسسة العسكرية وبدء تطبيق ما اتفق عليه الطرفين في أوقات سابقة أو في اجتماعات سابقة. إخراج القوات الأجنبية كان من ضمن البنود الرئيسية لربما في اجتماع الأمس، بالإضافة إلى استعداد الجيش الليبي بكافة وحداته وكافة مؤسساته لتأمين الانتخابات. الحديث أيضا عن مد يد السلام لربما لجميع الأطراف هنا في ليبيا من قبل الجيش لبدء أو لتأمين هذه الانتخابات، أكدوا خلال اجتماعهم على ضرورة إجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري لتحقيق الاستقرار المطلوب أو المطلوب من الشعب الليبي. تحدث الطرفين أيضا ربما أن المؤسسة العسكرية بكل أطيافها أو انقسامها في الشرق أو في الغرب أنها لا تقف مع أي طرف من الأطراف السياسية، تؤكد دائما على إجراء الانتخابات واستقرار البلاد. تحدث الطرفان أيضا عن أو اتهم الطرفان عفوا يوسف عن أن هناك بعض الدول المتداخلة في ليبيا لا تريد الاستقرار حسب وصف الفريق الناظوري والفريق الحداد، ولكن الترحيب كان واسعا ربما من جميع الأطراف السياسية سواء في الشرق أو حتى في الجنوب. اللجنة العسكرية المشتركة أيضا تحاول عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة في مدينة سرت مقر اللجنة العسكرية المشتركة للوقوف على آخر المستجدات التي أو آخر التوافقات التي اتفق عليها الطرفان من حيث وقف إطلاق النار أو تثبيت عملية وقف إطلاق النار، الحديث أيضا عن إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وأيضا توحيد المؤسسة العسكرية وهو العنوان الأبرز ربما في كل اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة يوسف. شكرا لك مراسل حرة فرج حمزة من بنغازي، كنت معنا مباشرة. نناقش هذا الموضوع أيضا بشكل أوسع من لندن، ينضم إلينا الباحث والخبير في الشأن الليبي عبد الله الكبير. أهلا بك معي أستاذ عبد الله. أهمية هذه اللقاءات برأيك بين قادة الجيوش أو مختلف القادة في السلك العسكري، وأهمية التوقيت برأيك؟
نعم، تحية طيبة لك أستاذ يوسف وللسادة المشاهدين والمتابعين. طبعا هذه اللقاءات كسرت حاجزا كبيرا بين الجانبين اللذان وصلا إلى حد الاحتراب والقتال قبل عامين عندما قامت قوات حفتر بمهاجمة طرابلس. الآن يفتحان صفحة جديدة ويحاولان التقارب ويحاولان إنشاء قوة مشتركة تكون نواة لتوحيد الجيش الليبي. من خلال الاجتماعات المتتالية سواء في طرابلس أو في بنغازي والاجتماع المنتظر عقده في مدينة سبها في الجنوب بعد عيد الفطر المبارك. كل هذه الاجتماعات أعتقد أنها تهدف إلى إعلان الخطوة الأولى، وسيكون ذلك في مدينة سرت خلال الأسابيع القريبة المقبلة. إنشاء قوة مشتركة، هذه القوة المشتركة ستكون مهمتها الأولى هي تأمين الجنوب. في الجنوب مناطق حيوية عديدة، في الجنوب آبار نفط، وفي الجنوب شبكة مياه النهر الصناعي التي تغذي الشمال، في الجنوب معابر تهريب ومعابر هجرة غير نظامية. فوضى أمنية في الجنوب، ستسعى هذه القوة المشتركة إلى تأمينها كبداية عمل لها بعد تشكيلها. طيب، أهمية دعم الهيئة الوطنية لمشايخ ليبيا برأيك، هذا الدعم إلى أي مدى يمكن أن يؤدي فعلا إلى وصول لنتائج تنعكس على سير العمل في حل الأزمة على صعيد سياسي، دعني أقول، خاصة ونحن نتحدث عن انتخابات معطلة منتظرة لدى الشعب الليبي؟ طبعا تأييد هيئة أعيان ومشايخ ليبيا بالإضافة إلى منظمات أخرى مدنية وأطراف سياسية بالتأكيد مهم، يدفع القادة السياسيين ويحملهم مسؤولية الإسراع في تشكيل هذه القوة المشتركة ووضع خطوات عملية لتوحيد المؤسسة العسكرية. لكن في نفس الوقت هناك معترضون ويرون أنه لا بد من محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي اقترفت في ليبيا خلال السنوات القليلة الماضية، وأن هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجرائم لا ينبغي أن يكون لهم دور في العملية السياسية أو العسكرية المقبلة في ليبيا. لكن إجمالا الخطوة المقبلة أعتقد أنها قاب قوسين أو أدنى، وهي تشكيل القوة المشتركة التي ستؤمن الجنوب وستؤمن العملية الانتخابية إن جرت. أما الإجابة عن سؤالك أستاذ يوسف بشكل واضح وصريح، هذه الاجتماعات وهذا التقارب بين القيادات العسكرية والأمنية يشكل ضغط إضافي على القادة السياسيين، بالتحديد على مجلس النواب في طبرق وعلى المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، لكي يعجلا بإصدار القوانين الانتخابية. وإلا فإن هذه المسؤولية ستنتقل إلى أطراف أخرى، من بين هذه الأطراف ستكون اللجنة الأمنية والعسكرية التي ستكون بالتأكيد حاضرة في أي جهد يقوده باتيلي عبر لجنة مشتركة توجيهية أعلن عنها في إحاطته السابقة أمام مجلس الأمن. ستكون هذه اللجنة حاضرة، وبالتالي يسحب البساط من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وهذا ما لا يريدانه، يريدانه أن يستمر في الهيمنة على العملية السياسية. نعم. الدول المنخرطة في الشأن الليبي كيف تنظر لهذه اللقاءات وهذا التطور، إن كان من خلال لقاءات السلك العسكري أو حتى لاحقا نتحدث عن القادة في المجال السياسي؟ أنا أعتقد أن أغلب الدول تنظر بحذر إلى هذه الخطوة، بعضهم ربما يؤيدها على مضض، وبعضهم ربما لا يرحب بها، ولكنه لا يستطيع أن يجاهر بأنه ضدها أو يعمل ضدها. هذه الخطوة بالتأكيد غير مرحب بها من قبل أطراف دولية وإقليمية تريد لهذا الانقسام أن يستمر، ترى أنه لا مصلحة لها في الظرف الراهن في توحيد مؤسسات البلاد. ربما هي تعتقد أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى إجراء الانتخابات، وهي لا تريد انتخابات في الوقت الحالي خوفا من خسرانها لحلفائها، لكن لم يجرؤ أحد على معارضة هذه الخطوة سواء بالتصريح أو بالعمل حتى بشكل سري، نظرا لأن غالبية الأطراف المتداخلة في الشأن الليبي هم حلفاء لأمريكا، وهم على علاقة وطيدة بالأطراف الأوروبية مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، وهذه الدول وعلى رأسها أمريكا تدفع باتجاه هذه الخطوة وتدفع باتجاه إجراء هذه الانتخابات.
آخر ما سمعناه في اللقاء الأخير بين وزير خارجية مصر ووزير خارجية تركيا قبل يومين في تركيا، قال أنهما سيعملان من أجل إنجاح الانتخابات في ليبيا وكذلك توحيد المؤسسة العسكرية. يبدو أنهما قد اقتنعا بأنه وهما دولتان فاعلتان في الأزمة الليبية، ولكن يبدو أنهما توصلا إلى قناعة أنه لا يمكن الاعتراض على هذا الضغط القوي من جانب أمريكا وحلفائها الأوروبيين على استقرار الأوضاع في ليبيا بهذه الخطوة العسكرية وبإجراء الانتخابات كخطوة تالية. شكرا جزيلا لك عبر خدمة سكاي من لندن الباحث والخبير في الشأن الليبي عبد الله الكبير.